سابقا في روبيك. زي ما توقعت، حط بشير وزير داخلية. العيون اللي حاطه في الديوان مستحيل يغلطوا. المهم توا لازم نستضيفه عندنا، نعنوه بالمنصب الجديد. ضروري. امتى يا استاذ؟ غضوة. اسمعيني كويس، انا خلاص ما عادش قادرة نتحمل عيشة الفقر اللي عايشينها. كبدي زهقت ودرهت. الراجل ما ناقصه شيء وبيدير لك حوش بروحك. سوا قبلتي ولا رفضتي حتتزوجي؟ يعني حتتزوجي فاهمه ولا؟ ودوا خلاص بقى يمشي مدرستك، لما تروحي عندي معك كلام تاني. خاطري ناكل في مطعم فخم وجبة حوت وطاوله يكون فيها جميع اصناف الحوت. ايش رايك تعزمني بكره؟ ايه نعزمك عادي. خلاص معناها موعدنا بكره نتلاقوا. اوكي باي توا. حوت، شو ندخل حوت في موضوع اللي كنا نحكوا عليه؟ انا شاك ان البوره خاش على الترامادول. الراجل هذا مش طبيعي. شنو هم الترامادول هذا؟ حبه تخلي اجبن واحد يولي اشجع واحد وتعطي فيه باور مش عادي، تخليك ما تحسش باي اجهاد حتى لو ما رقدتش ليك يومين. لوح اللعب هذا بيتك. نوط نوط، تحرك نوط. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا مروان اللي حكيت لك عليه. باين عليه عود رقيق وما يقدرش على الخدمة هذه. دي هذا زي الجن هذا، غير ما يفرق جسمه. وين الفلوس؟ فلوس شنو؟ احنا غير نعلموه الخدمة قبل وبعدين نعطوه الفلوس. المعاش يصنينيه، ما تعطيش اللي هو. الولد قاعد صغير وما يعرف يتصرف الفلوس. أي سلامات. تعال يا مروان. Yeah.
أيوة مروان، صباح الخير. شن في؟ صباح النور، كيف فايقة؟ كيف فقت؟ لا غير حبيت نذكرك في موعدنا اليوم على الغداء. اها، وانت بتعزمني؟ مطعم كافيار بتاع طريق الشط، تعرفيه؟ اكيد نعرفه، ومني ما يعرفهاش. خلاص نتلاقوا غادي الساعة 2 اليوم. اوكي متفقين، يلا باي. باي، مع السلامة. شيني شباب جاهزين؟ جاهزين. عرفت مكانها؟ وصلتنا معلومة بعد شوية يكون في مكتبة في الوزارة. توكلوا على الله وتحركوا بسرعة. بسرعة! تعالي جاي وين ماشيه؟ مستعجله، مازال بنخدم على فاطمه. تعالي يا غامزي، مش حطير فاطمه، تعالي. قاعده زعلانه يا بنتي؟ اني ندور في مصلحتك، انت مازال ما تعرفيش الدنيا كويس. أني أكبر منك وتليعت منها. المرأة من غير راجل قوي وما لجيوبة زي القطوس الجربة اللي جيله وحى بعيد وما حد يعبى بها. شوفيني أنا، اتزوجت بوك وما كانش الفرق بيننا إلا سنتين بس، وما كانش عنده فلوس راه، لكن اخترته وفضلت على غيره من اللي عندهم فلوس لأنه كان شاب وصغير، وسكنت معاه بالإيجار وشفت الويل. وآه الحال زي ما أنت تشوفي، توفى أبوك وقاعدين ساكنين في الشقة هذه بالإيجار، وما عندناش إلا معاش الضمان اللي يا الله يوكل ويشرب فينا. أنت على مني عابية يا بنتي؟ تاخدي شاب من شبابها اليومين اللي يا الله يطلعوا في حق مصروفهم؟ أفتحي دماغك سلم بنتي وشوفي شن صار لك يوم اللي خطفوك العصابة. لو كان معانا راجل ما صارش فيك هكي. أنا أمك وما نبيش إلا مصلحتك. جهزي روحك غدوة، بيجي الراجل يشوفك الشوفة الشرعية. غدوة؟ لهالدرجة هو مستعجل؟ وليش التأخير؟ خير البر عاجله، وبعدين الراجل مستعجل أصلا. لا لا أجليها، أنا مازال بنكمل قرايتي. يا ما قراية هادي اللي تبي تكمليها؟ بالك تحسبيني بنستناك لين تاخدي الثانوي؟ لا، وبعدين تجيني بتقولي لي بناخد الشهادة الجامعية يا لا. أصحي يا للا، قرايتك هادي يحط فيها من دماغك مرة واحدة. أني لا تمني قراية ولا تمني شهادات. شهادتك الحبانية يوم تتجوزي ونشوفك في حوش راجلك، غير هيكي ما فيش شهادات، فاهمة ولا؟ والراجل حتتزوجي يعني حتتزوجي، وقرايتك هادي يبني عليها طابية حلوة والله. ما ناقص إلا أنت تطيحي لي كلمتي. أهلين سعاد،
أهلين يا وجه السعد أنت. إيه كلمتها خلاص ووافقت إن شاء الله. إيه قولي لي نصر يجي غدوة يشوفها ويعتبر الموضوع منتهي. وزير الداخلية يا كلب. أهلا بالسيد وزير الداخلية، تشرفت بمعرفتك. بالضبط أنا الشامخ. ليش هذا كله؟ كنت قدرت تطلبني بالموبايل وأنا نجيك بروحي بدل الفيلم الهندي اللي درتوه كل هذا. أولا خليني قبل كل شيء نعتذر على الطريقة اللي جبناك بها، وزي ما تعرف الله غالب، كل مجموعة في الدنيا هذه عندها عادات وتقاليد وتراث، وهذه الطريقة من تراثنا وتقاليدنا وما نقدروش نستغنوا عنها أبدا. أنت تعرف لو الموضوع هذا وصل للصحف ووكالات الأنباء الأجنبية حتكون فضيحة كبيرة للبلاد. كيف بيوصل اللي صار تو للصحف وكالات الأنباء؟ موظفين الوزارة حيلقوا سيارتي اللي اختطفتوا منها فاضية، وأكيد حيعرفوا أني مخطوف. صح، لكن مش حيعرفوا من اللي خطفك. بالنسبة لي لو طلقتني مش حقول أي شيء. تشبه فيها نرضع في صبعي ولا كيف يا بشير؟ أنا الشامخ كان ما تدريش. لو قتلتني مش حتستفيد شيء. وأنا لو نبي نصفيك أنت راه كنت صفيتك وأنت في السيارة. وراه تو يغسلوا فيك ويكفنوا فيك واحتمال يلحقوا باش يدفنوك مع العصر. وشلون تبي مني بالضبط؟ فهمني. حبيت نضيفك ونهنيك على منصبك الجديد بطريقتي الخاصة. هما شوية صور على السريع لسيادتك، وبعدها تقدر تغادر على طول لمكتبك وتقدر تمارس عملك بكل حرية وتساهم في بناء الوطن براحتك وزي ما تبي. صور ولا تتوكل على الله بطلقة حقها دينار وننهو الموضوع. أيوة سعاد، كيف حالك بهيو؟ دي شو صار في البنت؟ ها؟ قلت لك نجي غدوة؟ تمام تمام، الله يبشرك بالخير يا سعودة، بشارتك حتوصلك لعندك تامة، كوني هانية. الله يسلمك، خلاص غدوة نتلاقوا بإذن الله. سلامات. أصلي راوة.
عجبك الحوت؟ بصراحة أحلى حوت ناكله في حياتي. نغسل إيدي ونجي. عندكم حلو؟ عندنا فواكه مشكلة. خلاص شكلنا فواكه على ذوق. صح صح. سلمك. أمتى بتجي تخطبني؟ قصدك انت موافقة؟ ايه موافقة، لكن عندي شروط ولازم تنفذها. وشن هي شروطك؟ اولا لازم يكون عندك عش، وما تحلمش باني انا حنعيش مع مالك. على فكرة انا ابوي وامي متوفين وعايش مع عمتي. الله يرحمهم. حتى أنا أبوي متوفي. الله يرحمه. والشرط الثاني لازم تسيب لي خدمة الورشة. وش بنخدم؟ يعني هذه هي الخدمة الوحيدة اللي نفهم فيها. ماليش علاقة. والشرط الثالث إنك أنت تعزمني على مطعم حوت زي هذا كل أسبوع. تقدر عليها شروطي ولا لا؟ الحوش أصعب حاجة، معظم الشباب توا يتجوزوا وخاشين على الإجازة. شكرا. أمي مش حتوافق إن هي تزوجني ليك مادام ما عندكش حوش. مروان أنت تبيني ولا لا؟ أميرة أنا نحبك ونتمناك اليوم قبل غضوة. أمّا كان تحبني حق قدامك شهر واحد إنك أنت جاهز فيه روحك وجيت تخطبني من أمي، يا أما مش حنضمن لك إنك أنت تلقاني أصلاً. شين لقيتوه؟ الباقي فيه من سبقنا ليه، لقينا سيارته في الطريق وبابها مفتوح. ما فيش الا هو. شاب خذ الكلب. كل منكم منا احنا كانوا طلعتوا قبله بشويه راه جبتوه، لكن شام خديه ما سابقكم خطوه. لكن احنا طلعنا في ارضع تو خلوقي في شيء شاب فاضي نقاش معك. ها تفضل جامس. أهلين بيك. ها كيف نقدر نخدمك استاذ؟
قريت الإعلام تاعكم إنكم تبوا موظفين. تبي تخدم؟ وإنت شن شهادتك؟ الابتدائية بس. ابتدائية؟ عندك لغات؟ لا والله. تعرف تستخدم الفوتوشوب؟ شنو هو هذا؟ تعرف تستخدم الكمبيوتر أصلاً؟ وانت خير كيف تتكلم فيه من راس خشمك؟ هذه راحك يا سيد، جاي تبي تخدم شركة دعاية وإعلان وما عندكش أي فكرة بكمبيوتر وبرامجة، أشرح لي كيف هذا؟ أصل الحبيب اللي زيك هم اللي هلكوا البلاد، أنا ما نعرفش صح لكن نتعلم كل شيء، اقعد فيها أنت وخدمتك. أوه ممتاز ممتاز، أنت ما عمرك تحسنت هالبي مصباح أنت؟ تلميذك يا استاذ. الصور هادو حيقعدوا عندنا يا سيادة الوزير، اعتبرهم ذكرى حلوة وحبينا نحتفظوا بها، لكن ثق وتأكد ان الصور هادو ما فيش حد حيطلع عليهم الا انا. هذا طبعا يعتمد على مدى استجابتك للأوامر. كل ما كنت تسمع في كلامنا كل ما كانوا الصور هادو في الحفظ والصون. طبعا المصباح هو اللي حيكون الوصل اللي بيني وبينك، اي موضوع نبيه يتم مصباح حيبلغك، وتأكد ان احنا مش حنزعجوك، اكيد متأكدين انه وعارفين انك انت طبعا كوزير عندك مسؤوليات ومش حنكتر عليك. اهم شيء أي معلومة توصلك تحولها طول، مهما كانت المعلومة هذه تافهة وصغيرة لازم توصلنا أول بأول. وتأكد لو دسيت علينا معلومة واحدة بس وقتها مش حيصير طيب. شو اللي يضمن لي اللي صار اليوم هذا ما تكررش مرة تانية؟ وليش يتكرر ما دامك تسمع في الكلام؟ أنا من الصدش أنتو، قصدي ما يتكررش من مجموعة تانية. لا أكيد مستحيل حاجة زي هذه تغيب علينا، احنا حاسبين حساب كل شيء، وبالنسبة ليك احنا مأمنين كل تحركاتك بمجموعة أفراد تابعين لنا. ثق وتأكد إن اللي يحميه الشامخ مستحيل حد يوصل فيه في البلاد هذه. وصلت المعلومة؟ أصلا. توا تقدر تغادر، الشباب حيوصلوك لفم باب الحوش، وتقدر من غدوة تمشي للوزارة وراسك مرفوع لفوق. قاعدة ما سمعتش رأيك في اللي قلته لك الصبح. أوكي خلاص أنا موافقة أني نتزوج. أيوة هكي بنتي اللي نحبها ونموت فيها. أنا صح قلت لك بنوافق أني نتزوج، لكن مش حنتجوز الديناصور اللي جبتيه لي. أما أنا بتتزوجي مني؟ في شاب بحوشة وبخدمته وحيجي يخطبني بعد أسبوعين. درنا جنازة وهمية في قريتك، وتعمدنا نقوله لنفسيتك انك تندفن غادي. نشرنا الصور في كل مواقع وتم تعميم الخبر على كل الوكالات. انت حاليا في نظر العالم كلها ميت.
أنا شاك إن البورة خاشعة الترامادول. الراجل هذا مش طبيعي. شين الترامادول؟ حبة تخلي أجبن واحد يولي أجع واحد وتعطي فيه باور مش عادي، خليك ما تحسش بأي إجهاد حتى لو مرقدتش يومين. منشط يعني؟ حاجة زي هيك. عجبنيش يا ودي يا بس، المفروض خلتها في العسل اسبوع كامل. قصدك لازم يقعد في العسل اسبوع كامل؟ هي مالا شن باش الجيل كامل تدوب في الفم. الشي الشي ما شاء الله مقرودك يا عم. ايه مفروض تتعلمي حتى انت. لكن عندي شروط ولازم تنفذها. اولا لازم يكون عندك هوش، وما تحلمش باني انا حنعيش مع مالك. وعلى فكره الماكل اللي تاكل فيها من الخدمه اللي مش عاجباتك، وكان مش من الخدمه اللي مش عاجباتك راك ميت بالجوع ومعلقين لك تصاوير هيك كبروا في الشوارع وكاتبين تحتهم شهيد الجوع. Yeah.
ونحط لك العشاء. لا تعشوا انتو، انا تعشيت. مبروك البدلة الجديدة، شو خطر عليك؟ هكي اخطر علي بنلبس بدلة جديدة؟ شني ما تمشيش معاي ولا شنو؟ لا يمشي عليك، غير مش من عوايدك. انت اخر بدلة شريتها بدلة عرسنا. ايه علينا، ما تقصقيش متاعك، اقعدي فيها. وين طريقك؟ طريق المشتل. اركب. ما قلت ليش شنو اسمك؟ اسمي عادل. تسكن في المشتل؟ ايه نسكن غادي كايا. استاذنك بالولع. حشيش هذا؟ ايه دخلش فيه؟ لا لا ما نحباش. شكلك قديم تدخن فيه. ايه من ايام التراوية. يا حشاش. درس على اليمين، درس على اليمين قلت لك. تدرس. انزل انزل بسرعة، انزل افتح الباب، انزل انزل. خد فلوسي كلهم، خد حتى السيارة. المهم ما تقتلنيش وراس سمك ما تقتلنيش. أمي ميتة ما عادش تحلف براسها يا حشاش. تخافش مش حندورك، والله ما مدورك. خذ اللي تبيه برا، وني حننسى كل شيء، مش حنجيب سيرتك بحرب. قلت لك اسكت يا بتاع الحشيش.